بعد الحال نضم صوتي لصوتهم ونأكد على التضامن التام مع ضحايا العملية الإرهابية الغادرة اللي وقعت في جزيرة جربة. في تناولنا لظاهرة التعذيب ديما يجي البال التونسي التساؤل التالي، لا يندرى بعد الثورة مازال فما تعذيب وإلا لا؟ اليوم ثم سؤال جديد ينضاف ويسألوه التوانس، بعد 25 جويلية فما تعذيب وإلا لا؟ حب نرجع شهر قبل 25 جويلية، بالتحديد يوم 26 جوان 2021 المنظمة العالمية لمنهضة التعذيب بالشراكة مع وبالتنسيق مع شركائها كانت أصدرت خارطة تخص مختلف الانتهاكات أو جرائم التعذيب الصادرة والمحدثة واللي خلينا نقوله استهدفت التونسيين في عديد المناطق من الجمهورية التونسية، في وقت اللي التوانسة خرجوا وقاموا بتحركاتهم الاجتماعية والجماهيرية والشعبية وكانوا طالبوا من جملة المطالب الأساسية متاعهم بالقضاء على هذه الآفة والقضاء على آفة الإفلات من العقاب. لكن للأسف اليوم وفي ظل هذا الوضع الاستثنائي لليوم تتم مواصلة نفس السياسة، بل بالعكس الترسانة القمعية التي تخول لي يعني الجلادين وتعطيهم الحماية وتمثل ظروف ملائمة لمواصلة الانتهاكات مازالت اليوم قائمة وتم تدعيمها بمراسيم ونصوص قانونية قمعية جديدة، على سبيل الذكر المرسوم عدد 54. بعد الثورة نتحدث على انتقال من سياسة الدولة إلى آفة تغذيها يعني مسألة الإفلات من العقاب، وسياسة الدولة هذه اللي توجهت بالأساس إلى فئات خلينا نقول مستضعفة، فئات تعاني من وضعية هشاشة اجتماعية، واللي شافوه التوانسة طيلة السنوات الماضية من محاولة تطويع القضاء وتسييس خلينا نقول لقضايا التعذيب وقضايا سوء المعاملة، اليوم نلقاوها السلطة باقي مواصلة في نفس النهج على اعتبار أنه نقدموا خطاب مغاير، لكن في نهاية المطاف تقاعس الدولة مازال متواصل. ناخذ على سبيل المثال العدالة الانتقالية، العدالة الانتقالية في تبليغ الاستدعاءات للمنسوب لهم الانتهاك، أعوان الأمن يرفضوا تبليغ الاستدعاءات لا لشيء إلا لكون المنسوب لهم الانتهاك هما يعني أعوان أمن ومنتمين للقطاع الأمني. العدالة ذات الوجهين أو لا جوستيس دوبل فيتيس، هذه تلك العدالة الموجهة للأشخاص النافذة ذات الانتماء القطاعي واللي تكون سرعتها مخالفة للعدالة الموجهة للفقراء أو للعدالة الموجهة للتوانسة ذوي للأسف المراتب الدنيا اللي اليوم ما نواجهه فيها في تونس اليوم، نلقاه السياسة يتم تكريسها لليوم. لعل أبرز مثال على هذا قضية لينا بن مهني اللي نهار 16 ماي الثلاثة في المحكمة الابتدائية بمدنين يعني باش يكون ثم جلسة استئناف أو جلسة استنطاق خلينا نقولوا للمتهمين، المتهمين اللي لليوم يزاولوا في العمل متاعهم واللي لليوم الاستدعاءات ما يتمش تبليغها لهم واللي لليوم حتى في ظل صدور الأحكام الغيابية ما يحضروش، وهذا بطبيعة الحال يعطينا صورة على تقاعس الدولة في تعاملها مع جرائم التعذيب. منذ شهر جان في الحق اللي لاحظناه في المنظمة العالمية لمنهضة التعذيب بالشراكة مع باقي مكونات المجتمع المدني هو مهاجمة أكبر قطاع موكل له مكافحة الإفلات من العقاب، هنا نتحدثوا على قطاع العدالة. في تونس للأسف مع التغيرات السياسية اللي تصير كل مرة يجينا طرف سياسي يتحدث لنا على استقلالية القضاء من منظوره هو، كل واحد يجيب استقلالية القضاء اللي راها هو. شفنا في السنوات الفارطة تدخل كبير في العمل القضائي اللي للأسف اليوم متواصل، إذا كان في السابق شهدنا نقلات تعسفية لقضاة يرفضوا أنهم يعني يتخلوا على استقلاليتهم، فإنه اليوم نلقاه في طرد تعسفي للقضاة هذا، وهذا اللي أدى بطبيعة الحال إلى انسياق المنظومة القضائية لرغبات السلطة التنفيذية وتغول الجهاز الأمني على حساب السلطة القضائية، وهذا اللي أعطانا لليوم الانتهاكات متواصلة، سيناريوهات خلناها مضت مع جرائم بحق
يعني الشباب التونسي وأبناء المناطق الشعبية لليوم متواصلة بسوء المعاملة والانتهاكات المخلة بحقوق الإنسان، وهذا اللي 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 أعطانا هجوم مكثف على القضاة. وباش نختم لهنا ونعرف الوقت ثمين تاع السادة الصحفيين، مسألة العدالة الانتقالية ونحب نركز عليها، هي آخر دلائل اللي نجموا من وراها نفهموا مدى التزام الدولة التونسية بمكافحة الإفلات من العقاب ومدى التزام الدولة التونسية بمكافحة التعذيب. نهار الجمعة 12 ماي جلسة نبيل بركاتي، من المنتظر يعني تقديم تقارير السادة المحامين، وبطبيعة الحال نجدوا في هذا الإطار يعني تمسكنا بالدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية ونشد على أيديها ونحيي شجاعتها في مواجهة كافة التدخلات الصادرة واللي لليوم قاعدة تكافح من أجل استقلاليتها، وننتظر حكم يكون تاريخي، حكم يترجم إرادة الدولة.